نلاحظ أكو تدخلات من باقي السفارات ومن أطراف خارجية، هذا نعزو إلى عدة أسباب. السبب الأول هو عدم وصول المعلومة الحقيقية عن هذا القانون. بالعكس، هذا القانون اليوم يمثل الحرية الشخصية، يمثل الديمقراطية، لكن هذه القنوات مدى توصلها أو هذه السفارات أو هذه الخارجية، هذا الدول الخارجية متى توصل الحقيقة لمضمون هذا القانون. هذا جانب. الجانب الآخر، مثل ما تعرفون، قرار هكذا قانون راح يأثر على منجزات بعض الناس وبعض الجهات اللي تعتبر قانون 1959 يعتبر منجز لهم. اليوم قرار هكذا قانون يعتبر يعني تفليش لهذا المنجز.